بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الارتيريا سبلاي اوف ذا يورينري بلادر. ولا اقول لك خليها بلاد سبلاي اوف ذا يورينري بلادر عشان يبقى ايه، يبقى ارترز وفين بقى. طيب بنيجي نتفرج هنا على ايه المنظر ده. طبعا هو منظر البلفس او الحوض، عايزك المنظر الجميل ده المبدع ده الصعب ده عايزك تعود عينك عليه، لان احنا هنكرره 100 مرة. طبعا زي ما احنا شايفين اللي يهمني هنا اول حاجة الكومون ايلياك ارتري. الكومون ايلياك ارتري اللي هو بينقسم الى شريانين، شريان يسمى الاكسترنال ايلياك. الاكسترنال ايلياك نجيب اللي هو ده، وشريان تاني اللي هو يسمى الانترنال ايلياك. طبعا الاكسترنال ايليك يا شباب ده اللي هو بيبدا ان هو يروح ناحيه اللور لمب وما بنشتغلش معاه، ما بيجيش سيرته ابدا في البلفس او الحوض. يعني في طبعا حاجات كده يعني استثناءات، لكن الاساسي عندنا في البلفس او الحوض هو الانترنال ايليك ارتري. وبالتالي لو انا هتكلم عن البلاد سبلاي او هتكلم عن الارتيريا سبلاي تحديدا لاي اورجنز او اي اعضاء موجوده في منطقه البلفس وفي منطقة الحوض، لو هتكلم عن مثلا الريبرودكتيف سيستم، هتكلم عن اليوترس الرحم، هتكلم عن الفاجينا، هتكلم عن مثلا هتكلم عن اليورينري سيستم، هتكلم عن اليورينري بلادر او المثانة البولية، يبقى بالضرورة هتتكلم عن الانترنال ايليك ارتري. يبقى اي اورجانز او اي اعضاء موجودة في منطقة البلفس او في منطقة الحوض من جوه، يبقى بالتالي يلزم لها ارتيريا سبلاي او يلزم لها امداد دموي. يبقى اذا هيجي عن طريق الانترنال ايليك ارتري اللي هو برانش من الكومون ايليك ارتري. والانترنال ايليك ارتري طبعا لو احنا بدانا ان احنا نزوم شويه على الشريان بتاعنا اللي هو الانترنال ايليك ارتري بدل كومون، اهو الكومون هيبدا ان هو يدي اكسترنال ايليك ارتري، ده بيروح ناحيه اللور لمب او بيروح ناحيه الطرف السفلي، انما اللي يلزمني الانترنال ايليك ارتري اللي بيخش فيه البلفس او بيخش فيه الحوض. طبعا لو انت فاكر الرسمه دي، ده طبعا الايه السيمفيسس بيوبس مش كده، وبالتالي هنا المفروض بيبقى عندنا اليورينري بلادر، ففي شريانين بينزلوا لليورينري بلادر، ده وده، واحد من فوق واحد من تحت، خلاص كده. اللي من فوق ده نسميه السوبيريور فيزيكال ارتري. كلمه فيزيكال زي ما قلنا هي صفه من يورينري بلادر، فده شريان رايح لليورينري بلادر فنسميه فيزيكال ارتري. طب في واحد فوق هنسميه السوبيريور فيزيكال ارتري، في واحد تحت اللي هو ده اهو هنسميه الانفيريور فيزيكال ارتري. وممكن الناس محمد وحماده يغير اسمه، في الميل نسميه انفيريور فيزيكال ارتري وخلاص، انما في الفيميل بقى نميزه لان هو بيبقى ليه شغل مع الفاجينا فنسميه ساعتها الفاجينال ارتري، بس هو هو يعني. فهو اسمه الانفيريور فيزيكال ارتري في الميل او في المن، او بنسميه الفاجينال ارتري في الفيميل. لكن سواء كان الانفيرو فيزيكال ارتري او سواء كان السوبيرو فيزيكال ارتري، هما بيطلعوا هما الاثنين كده كده بيطلعوا من الانترنال ايه، الانترنال ايلياك ارتري. بس ده كلام بقى يطول كلام، يعني ايه واخد بالك لسه في تفاصيل. يبقى انا دلوقتي عندي العريس الاولاني بتاعي هو الانترنال ايلياك ارتري، نعلم بقى العرايس الارسام بتاعته. والعريس الثاني اللي هو ايوه السوبيرو فيزيكال ارتري اللي هو ده، وهنا عندنا الايه اللي هو ده الانفيرو فيزيكال ارتري. انا عندي كام واحد؟ عندي ده اللي هو السوبيرو فيزيكال ارتري، وعندي تاني اللي هو الانفيرو فيزيكال ارتري. في فوارق طبعا، في فوارق ده كله. تعالى نبدا باول واحد اللي هو السوبيرو فيزيكال ارتري، ايه قصته؟ انا عندي ادي الانترنال ايليك. الانترنال ايليك بيبدا ان هو ينقسم لما بيخش في منطقه الحوض، بينقسم الى انتيرو ديفيجن او بوستيرو ديفيجن. قبل ما ينقسم يعني الانترنال ايلياك ارتري ذات نفسه، الانترنال ايلياك ارتري ذات نفسه يدي شريان يسمى الامبيليكال ارتري. والامبيليكال ارتري يدي السوبيريور فيزيكال ارتري. يبقى انا عندي الانترنال ايلياك ارتري ثم الامبيليكال ارتري، تعال نجيبه، يبقى ده الانترنال ايلياك اهو صح. وبعدين مين قبل؟ طبعا الانترنال ايليك بيرجع ينقسم لانتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. لا، قبل ما ينقسم الانترنال ايليك ارتري بيدي شريان يسمى الامبيليكال ارتري، والامبيليكال ارتري بيدي شريان يسمى السوبيرو فيزيكال ارتري. ونكمل كلامنا في هذه الرسمه الرائعه والمتكرره في الفيديوهات الجايه.